وأنا سؤال حقيقي سيد رشيد، مع استمرار الانتفاضة الشعبية بهذا الشكل والتي تتصاعد كل يوم بشكل مضطرد الحقيقة، وفي المقابل إصرار النظام وتعنت النظام وقمع النظام الوحشي والبطش بالمتظاهرين، يعني هناك إصرار من الطرفين، إصرار من الثوار على إكمال الثورة وإصرار من النظام على قمع الثورة، إلى متى يستمر هذا الحال بهذا الشكل؟ يعني السؤال هذا يعني صراحة لا يمكن الإجابة عليه بجواب محدد، كون أن هناك يعني فواعل وهناك متغيرات كثيرة، هناك مؤثرات كثيرة يعني في المشهد، سواء الإيراني بالداخلي أو الإقليمي أو والدولي. فيعني حتى الآن وأنتم أعلم من بهذا الموضوع، هناك ضعف في الموقف الغربي، ضعف كبير جدا في الموقف الغربي اتجاه ما يحصل داخل إيران. حتى الآن لم يحصل هناك يعني مجرد عقوبات بسيطة، والعقوبات على الأنظمة الشمولية لا تؤثر عليها، يعني هي عادة عقوبات، هناك أكثر من ما يقارب 3000 عقوبة فرضت فرضا على النظام السوري، هناك أكثر ربما من 6000 عقوبة فرضت على فرضا على شخصيات مثلا من روسيا، ولكن لا زالت روسيا مثلا مستمرة بالحرب هناك في أوكرانيا، رغم أنها كانت أسرع وأكبر عملية معاقبة لنظام ما في العالم. فما يحدث الى يعني التنبؤ بالمستقبل يتوقف على عدة عوامل، هو ان تتدخل او تتخذ الدول المنطقه والدول القوى العالميه ان تتخذ مواقف مسانده حقيقيه سياسيه، تكون مواقف سياسيه مسانده للشعوب الايرانيه. من الجانب الاخر ربما يمكن اللعب او الانتظار على حدوث انشقاقات حقيقيه داخل المنظومه الايرانيه، فكما نعلم جميعا البنيه الايرانيه سواء السياسيه والمجتمعيه والفكريه هي بنيه تتمتع بوجود نخب قويه داخل ايران، سواء كانت من المشاركه في الحكم البيروقراطي وليس يعني التكنوقراط، او سواء كانت خارج المنظومه، كما هناك يعني العشرات وربما المئات من قاده الاصلاحيين هم قيد الاقامه الجبريه. فيعني بنيه المجتمع الايراني هي بنيه جاهزه لان تحدث تغيير حقيقي سياسي في الدوله، ولكن دائما الامر يتعلق ب الأمن وقوات الجيش في بأن تكون في يد من، وهنا يلعب عامل الوقت بالإضافة إلى عامل تبني الدول لشعارات ولمطالب الشعوب الإيرانية. فحتى الآن تتجنب معظم الدول الغربية والمنظمات الدولية لأن تصف ما يحدث في إيران بأنها مطالب سياسية، كان هناك رئيس أحد الدول الأوروبية وصفها بأنها دعوات مساواة بين الجنسين، وهو يعني أمر بعيد كل البعد عن 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 ما يطلبه الإيرانيون بالعموم، يعني تسطيح القضية وتسطيح ما يجري في إيران. ويبدو كما أشرت سيد رشيد أنه لا قرار غربيا حتى الآن لإسقاط النظام بشكل أو بآخر، أو حتى لدعم المحتجين بشكل قوي.